ممثلو نقابات أوروبية وآخرون من دول إفريقية يحطون رحالهم بمخيمات اللاجئين الصحراويين للمشاركة في خمسينية تأسيس الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب. الحدث بالنسبة لهؤلاء يكتسي أهمية بالغة لما له من دور في التذكير بتضحيات العمال الصحراويين ونضالهم من أجل الحرية. مؤتمرنا الأخير الذي عقد في الجزائر في نوفمبر 2023 كرس المؤتمرون الذين حضروا من حوالي 52 دولة إفريقية، كرسوا لائحة خاصة لدعم تقرير المصير للشعب الصحرائي الغربية. أنا من نقابة الباسك، نحن هنا لإحياء الذكرى الخمسين ولنبدي تضامننا المطلق مع الاتحاد العام للعمال الصحراويون الذين تربطنا بهم علاقات عريقة. للشعب الصحراوي الحق في العيش بكرامة، الحق في تقرير المصير، كما نطالب المنظمات الحقوقية الدولية بعدم التخلي عن الشعب الصحراوي. بدورهم سجل متضامنون أوروبيون مع القضية الصحراوية حضورهم ضمن احتفالية التأسيس التي شهدت عروضا فولكلورية واستحضرت هوية الشعب الصحراوي وأصالته. نحن هنا لنتقاسم تضامننا مع الشعب الصحراوي. أتينا من إيرانديو، هي منطقة صغيرة ناحية بلباو. وجودنا هنا هو للتعبير عن مساندتنا وتعزيز اتحادنا مع الشعب الصحراوي ولدعم نضاله من أجل الحرية، ونحن ندعو بوضع حد للاحتلال والالتزام بحق تقرير المصير. خمسينية التأسيس ستكون محطة للإشادة بتاريخ العمال الصحراويين، كما ستشهد العديد من النشاطات والملتقيات أهمها المنتدى الدولي النقابي للتضامن مع الشعب الصحراوي.